نتحول الموضوع تاني، مفيش شك ان المحليات واحده من اهم قطاعات الدوله، وده طبعا لانها الذراع التنفيذي للحكومه في مختلف الاقاليم المصريه، فاعتقد المحليات دي حاجه مهمه جدا ان احنا نبقى متابعين ماذا يحدث فيها. امبارح بالفعل تم الاعلان عن حركه تغييرات واسعه في قيادات المحليات في جميع محافظات الجمهوريه. خلينا نعرف تفاصيل اكتر من الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزاره التنميه المحليه. صباح الخير لك يا دكتور، وبعد التحيه، اهميه اجراء هذه الحركة الواسعة للتعيينات في القيادات الخاصة بالمحليات؟ صباح الخير على حضرتك أستاذ مصطفى وأستاذ منى وعلى أهلنا في محافظات مصر كلها. هو بالفعل من الأهمية بمكان يا فندم، زي ما أكدت معالي الوزيرة أنه يعني في ضوء المتابعة المستمرة لوزارة التنمية المحلية لأداء الزملاء من قيادات المحليات بجميع محافظات الدولة المصرية، ده كان الهدف منه ضبط منظومة العمل المحلي والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وضخ دماء جديدة في المناصب القيادية بالمحافظات لرفع مستوى الأداء لخدمة أهلنا في المحافظات المصرية. والحركة دي يا فندم تضمنت تعيينات وتنقلات لحوالي 22 قيادة محلية في وظيفة سكرتير عام وسكرتير عام مساعد، وكذلك تعيين لرئيس مدينة بمحافظة الجيزة. والحركة دي يا فندم تضمنت تصعيد عدد من الزملاء من رؤساء المدن والأحياء إلى درجة سكرتير عام مساعد. طبعا لما نيجي نتكلم على خصائص الحركة هنلاقي احنا تضمن الأمر تعيين 11 سكرتير عام على مستوى المحافظات المصرية، وكذلك الأمر بالإضافة إلى هذا وذاك 11 سكرتير عام مساعد. وطلبت مع الوزيرة من السادة الزملاء القيادات الجديدة بالمحافظات بضرورة بذل أقصى جهد في خدمة المواطنين والاستماع لشكواهم، كذلك حل مشاكلهم وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء فيما يخص عدد من ملفات عمل الوزارة والمحافظات المصرية، وعلى رأسها طبعا ملف التصالح على مخالفات البناء والنفاق. ده اللي كنت عايز أتكلم مع حضرتك فيه دكتور، ملف التصالح على مخالفات البناء مع القيادات الجديدة. طبعا احنا متأكدين ان كل واحد بيعمل بطريقته، ولكن هناك زي ما اتفاق او طريقة او معايير تم وضعها للتعامل مع هذا الملف. هو بالفعل يا فندم قانون 187 نظم العمليات الخاصة بإجراءات التصالح على مخالفات البناء، ومن الأهمية بمكان طبعا أأكد على زي ما قلت في لقاء سابق مع حضراتكم أن هو بالفعل تم تدريب ما يزيد عن 4700 زميل وزميلة على مستوى قطاعات المحافظات بشراكة استراتيجية مع وزارات الدولة المصرية في هذا الأمر، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والعدل والإسكان والزراعة وغيرها من الأجهزة المعنية والجهات المعنية. وطبعا أكدت مع الوزيرة أن وزارة التنمية المحلية هتقوم بشكل مستمر بمتابعة وتقييم أداء جميع قيادات الإدارة المحلية في المحافظات المصرية، وده بالتنسيق مع السادة المحافظين وكافة الأجهزة المعنية، وده للدفع بالمتميزين والمتميزات بصورة دائمة في المناصب القيادية بالمحليات. وخليني أؤكد على أن دي كانت فرصة كبيرة جدا لدفع بالمتميزين والمتميزات صحيح. للترقية من رؤساء مفهوم يا دكتور. إلى طيب المشاعد. أنا بالتأكيد في تحديات كتير جدا هتقابل القيادات الجديدة، يعني برأيك أبرز الملفات اللي هتتقاطع معها أعمال القيادات الجديدة، وخصوصا أن ملف المحليات ده يعني متقاطع برضو مع كل مواطن في الشارع، مع كل شارع ومع كل مكان فيك يا مصر، يعني في بصمة لهذا القطاع بتؤثر على المواطن فيه. لا شك يا فندم، يعني حضرتك في مجالات عمل الإدارة المحلية احنا بنتناول أكثر من 32 ملف بيهم المواطن المصري، زي ما دايما بقول من أول ما يقوم النوم لغاية لما يرجع ينام تاني، طول اليوم هناك خدمات بتقدمها المحافظات المصرية في كل ما يهم أهمنا كمواطنين. فطبعا من الملفات الرئيسة طبعا زي ما قلت هناك ملفات زي ملف النظافة، هناك ملف والإدارة المتكاملة للمخلفات، هناك ملفات أخرى زي الإشغالات،
تحديات زي التطبيق على الأرض لقانون المحل العام وغيرها، ملفات عمل المراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية، ملفات مهمة جدا زي ضبط إيقاع الأسعار بالنسبة للسلع والخدمات على مستوى المحافظات المصرية، التنسيقات المهمة جدا على مستوى إدارة الأزمات وغرف العمليات، كل ما يهم الشأن المواطن المصري طبعا. وخليني اقول لحضرتك ان الزملاء اللي تم يعني سواء الاستفاده من الكفاءات في التدوير بالمحافظات المختلفه كلهم من ابناء الاداره المحليه، وبالتالي هؤلاء من المتميزين والمتميزات اللي ان شاء الله ربنا يوفقهم. بيكونوا من ابناء نفس المحافظه دكتور، ولا يعني ما فيش مشكله في الحركه ما بين المحافظات؟ البعض بيبقى شايف انه لو هو ابن للمكان ممكن يبقى شايف اكتر يعني التحديات اللي موجوده قدامه. دول ناس محترفين، وبالتالي مش شرط يكون ابن المكان، وبالتالي هم بيتم الاستفاده من الكفاءات دي في تدويرها بالمحافظات المختلفه، وبالتالي لا مش شرط يكون ابن المكان، بالعكس هو يعني دول ابناء الاداره المحليه، وبالتالي تقريبا لفوا على اغلب المحافظات المصريه خلال فتره عملهم السابقه كمدراء ادارات، ثم رؤساء احياء، ثم رؤساء مراكز ومدن، ثم سكرتير مساعدين، ثم وصولا الى سكرتير عام. صحيح. كل التوفيق، كل الشكر ليك الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزاره التنميه المحليه، شكرا جزيلا ليك.